السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في برنامج العاشرة، ونناقش فيها البيان المشترك الذي أصدره ممثلون عن مكونات الأمازيغ والطوارق والتبو من الأعضاء المقاطعين لأشغال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. واتهم البيان هيئة الدستور بعدم سعيها للتوافق مع مكوناتهم. البيان المشترك للمكونات الثلاثة أشار أيضا إلى أن فريق الأمم المتحدة المسؤول عن الملف الليبي عمل هو الأخير على إقصائهم بعدم تمثيلهم في الحوار السياسي القائم، فما أبرز ما جاء في بيان الأمازيغ والتبو والطوارق، وفي أي إطار يأتي إعلانهم تشكيلة تنسيقية لتضمن حقوقهم الدستورية؟ وما المساعي المبذولة من هيئة الدستور للتوافق مع الأعضاء المقاطعين وتقريب المواقف؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا عبر الهاتف من البيضاء الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق أدريسي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل من العضو المقاطع لأشغال الهيئة التأسيسية عن مكون الطوارق علي حمداني غالي، والعضو المقاطع لأشغال الهيئة التأسيسية عن مكون التبو السنوسي حامد. عبر الهاتف أيضا من يفرن الناشط الحقوقي فتحي بوزخار، وأهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير الذي يضعنا في صورة موضوع حلقة اليوم. عدم الاعتراف بأي دستور لا يتم التوافق عليه بين أبناء الأمة الليبية هو العنوان الأبرز للبيان المشترك الذي أصدره ممثلون عن مكونات الأمازيغ والطوارق والتبو من الأعضاء المقاطعين لأشغال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. الأعضاء المقاطعون اتهموا في بيانهم هيئة الدستور بعدم سعيها للتوافق حول هوية الدولة والتعددية اللغوية، فضلا عن التمثيل السياسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة العليا أو الإدارات المحلية في المناطق الجنوبية. وذهب البيان المشترك للأمازيغ والتبو والطوارق للقول إن فريق الأمم المتحدة المسؤول عن الملف الليبي عمل هو الآخر على إقصاء مكوناتهم في تعامله مع ملف البلاد بعدم تمثيلهم في الحوار السياسي القائم. الاستهجان العميق للنهج الإقصائي الذي اعتمده فريق الأمم المتحدة بالملف الليبي باستبعاد تمثيل الأمازيغ والطوارق والتبو ككيانات سياسية وثقافية في عملية الحوار السياسي القائم، إضافة إلى التصريحات العنصرية وغير المسؤولة من قبل أعضاء الفريق في مناسبات مختلفة، وآخرها تصريح السيد مارتن كوبلر بتاريخ 27 يناير 2016 الذي أسند فيه ليبيا إلى عرق واحد بوصفه إياها بالدولة العربية. إنشاء تنسيقية هدفها توحيد المواقف الدستورية ورص الصفوف الميدانية للتصدي لما وصفوه بأشكال التهميش وللحد من حالة التشتت والنزاعات الثنائية هو أبرز ما ذهب إليه بيان الأمازيغ والطوارق والتبو. بخصوص توحيد الجهود طبعا مع إخوتنا في التبو والطوارق بشأن مطالبة بحقوقنا المشروعة اللي هي كلغة كشعب أصلي موجود في ليبيا. المكونات الثلاثة قالت إنها انتظرت هيئة الدستور لإحداث التوافق، لكنها استمرت حسب وصفهم في نهجها الإقصائي لقضايا المكونات، وهو ما دفعهم إلى التواصل فيما بينهم لضمان حقوقهم الدستورية في دستور ليبيا القادم، والذي يرغبون أن يكون تعدديا يحترم التعدد الثقافي واللغوي، كما طالبوا بأن تكون أصواتهم أكثر تمثيلية في المسار السياسي الذي يجمع مختلف الأطراف في البلاد من أجل تجاوز الأزمة. إذن نبدأ نقاش وبداية مع السيد غالي، يعني ما الهدف من إنشاء التنسيقية بين الأمازيغ والتبو والطوارق التي أعلنتم عنها؟ بسم الله، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، كما أحيي المشاهدين الكرام. جاء تأسيس هذه التنسيقية لتوحيد الجهود من أجل دسترة حقوق المكونات الثقافية أو ذات الخصوصية الثقافية واللغوية كما نص عليها الإعلان الدستوري في مادته 30.
وبالتالي طبعا نحن كأعضاء الهيئة الأساسية عندما كنا في الهيئة الأساسية في ما منذ ما يربو أكثر من سنة ونصف، لاحظنا بأن هناك توجها لدى العديد من أعضاء الهيئة إلى التجاوز التوافق مع المكونات. لاحظنا ذلك عندما تم تشكيل ما يسمى بلجنة تحديد مفهوم التوافق، والتي لم نصل معهم إلى أي نتيجة. وبعدها لاحظنا أيضا من قبل ممارسات اللجان المختلفة، منها تشكيل لجنة العمل، وكيف أنه لم يتم اعتماد تمثيل المكونات الثقافية في لجنة العمل بشكل منصف، حيث قيل في البداية أنه ستمثل بعضو واحد، وهو ما رفضناه، لأن كل مكون مكونات ثقافية له مطالبه الخاصة والتي يتفاوض بها بالشكل الذي يريد. فبالتالي نحن رفضنا ذلك وقلناها بشكل مباشر. فبالتالي الخلاصة أن الهيئة التأسيسية في جميع المراحل التي مررنا بها لاحظنا بأنها لم تتعامل مع التوافق مع المكونات الثقافية، رغم اطلاعهم على دساتير المقارنة التي كانت هي دساتير توافقية، رغم العهود والمواثيق الدولية التي التي حثت على دعم قضايا الشعوب الأصيلة في نيل حقوقها الدستورية. نعم. طيب، إذن فقط أنوه هنا إلى أننا كان بالإمكان أن يتواجد معنا من عبر الهاتف من البيضاء الناطقة باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق أدريسي، ولكن إلى الآن لم نتحصل عليه، نتمنى أن نتحصل عليه في سياق هذه الحلقة. سيد حامد، يعني بيانكم أعلن إقصاء مكوناتكم أو المكونات من فريق الأمم المتحدة، ما نوع هذا الإقصاء الذي أشرتم إليه، وما الذي سيترتب عنه في مخرجات الحل السياسي في البلاد برأيكم؟ في البداية أرحب بكم على هذه الاستضافة، وأرحب بجميع المشاهدين، وأقول لهم بلغتي كاللهاني وصني وأزول في اللون. في الحقيقة أنا بدأت بهذه الترحيبة بلغتي وباللغة الأمازيغية والطوارق، بحيث أن نحن للأسف الشديد لم نعرف أهمية هذه اللغات ولم نهتم بها، ونناقشها بعد في هذه الفترة، يعني في القرن 21، وهي لغات تاريخية وقديمة، من العالم انتهى بها من فترة قديمة، وبالتالي نحن نريد أن نعرف بعضنا الآن. هذه هي الإشكالية فيما يتعلق بالعملية الدستورية. نحن كما تعلمون أن الأمازيغ هم قاطعوا هذه العملية من بدايتها، ونحن دخلنا الهيئة التأسيسية بموجب النص في الإعلان الدستوري القاضي بالتوافق مع المكونات التبو والطوارق والأمازيغ، ولكن للأسف الشديد ما وجدناه داخل الهيئة التأسيسية هي الرفض والإنكار وعدم الاعتراف بوجود التنوع وبوجود هموم هذا التنوع داخل المجتمع الليبي، ومحاولة تخطيطه وطمسه بالمغالبة وبالشعارات الرنانة وبالخطب التي تحدث ضجيجا. نعم. فيما يتعلق بهذه النقطة، نحن اجتمعنا، نحن المتضررين من هذه المغالبة ومن هذه العقلية الواحدة التي تفكر بنمط واحد، واجتمعنا وتدرسنا في هذه النقطة، فوجدنا من الأفضل تنسيق جهودنا من أجل وضع رؤية جديدة، يعني بمعنى وضع بدائل أفضل، وأن تكون هذه البدائل منطلقة على أسس صحيحة. هذه البدائل التي نريد أن نطرحها هي في صلب العملية السياسية، طيب، العملية الدستورية. سنأتي سيد، بالنسبة نعم، لما نعم، سيد حامد، سنأتي إلى نقطة البدائل المطروحة، ولكن يعني دعني أعرف أيضا أنه يعني بيانكم أشار إلى الإقصاء من فريق الأمم المتحدة. سؤالي، ما نوع هذا الإقصاء؟ نعم. أنا أريد أن هذه المقدمة أحببت أن أضعكم في الصورة فيما يتعلق بالإقصائنا من في الاتفاق السياسي.
كما تعلم أن الاتفاق السياسي هي وثيقة دستورية تكون جزءا من الإعلان الدستوري المؤقت. كان من الأحرى بأن يتم تمثيل هذه الشعوب الأصلية بكياناتها السياسية، بحيث أن تكون هذه النقاط فيما يتعلق بالعملية الدستورية أن تكون واضحة وتصاغ بناء على التوافق معها، لأن قرارات تمسها، هناك قرارات سياسية وضعت في هذا الاتفاق السياسي وتمسها فيما يتعلق بتحديد المسار، فيما يتعلق بالعملية الدستورية في 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 العملية الإشراك في العملية الدستورية، وضعت النصوص بطريقة فضفاضة. أيضا فيما يتعلق أيضا بعملية النقل مسودة الدستور إلى مجلس النواب ومجلس الدولة للنظر فيها، وهناك نقاط أخرى تتحدث بالعملية الدستورية. هذه النقاط يفترض أن تكون هذه ماسة بشكل أساسي لهذه الشعوب وتتضرر منها. من الأفضل أن تكون هذه الشعوب أن تشارك في هذه العملية لتعطي رأيها في هذا الجانب. طيب. ولا ننسى هو النص الأساسي هو وجود النص. إذن وضحت الفكرة سيد حامد، سنأتي إلى ذلك بالتفصيل في سياق هذه الحلقة. ينضم إلينا الآن الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق أدريسي. سيد أدريسي، ما موقف الهيئة من إعلان الأمازيغ والطوارق والتبو الذي يمضي إلى تشكيل تنسيقية تضمن حقوقهما الدستورية حسب قولهم؟ شكرا لك سيد آدم على اتاحة الفرصة عليك حل. لما أعلم ببيان وبخروج السادة من المكونات من الطوارق ومن التابو ومن السادة من مجلس أعضاء الأمازيغ إلا قبل قليل، ولكن في كل الأحوال الهيئة التأسيسية لم تجلس بعد ليقول لك ماذا ما موقفها، ولكن في كل الأحوال يعلم السادة ضيوف السيد علي حمداني والسيد السيسي وهلي وكل السادة من المكونات بأن موقف الهيئة التأسيسية بدون شك سيكون موقف ليس سعيا نحو الإقصاء، وإنما الدعوة نحو أن يكون هناك زي ما تقول دفع نحو أن يكون هناك دستور يجمع كل وجهات النظر. هذا هو ما نعلمه ويعلمه السادة ضيوف في الاستوديو. نعم. طيب سيد بوزخار، يعني ما مدى قانونية هذه المقاطعة من أعضاء يعني لأشغال أعضاء كانوا في الهيئة من أشغال الهيئة التأسيسية، وما ترتب عن ذلك بإعلان تكوين تنسيقية؟ ليك هو لازم بيفق الكرام والمشاهدين والمشاهدات اللي استنتم وقرا وملكم مأجل في اللون وكلها وميزة. بالطبع هي المسألة، احنا يعني موقف الأمازيغ كان صراحة من البداية واضح، احنا أخوتنا الأمازيغ الصحراء الطوارق والأخوتنا التبو، لأنهم هم شاركوا في العملية هذه. وبالطبع الآن يعني أنا ربما إذا كانت من ضمنها يعني ناحية قانونية من حضرة تقول، يعني احنا شفنا من أيام يعني بسيطة جدا شفنا مجموعة من أخوتنا وأخواتنا في هيئة لاحظوا أن في طرف واحد في داخل الهيئة وفي يعني إقصاء للبعض وفيه من يريد أن يقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وثلاثة عواصف وشيء من هذا، وهنا أعلن انسحابهم. فهو هنا في وجهة نظري احنا بالطبع بالنسبة للأمازيغ قطعنا من البداية، لكن أخوتنا تبو وطوارق ربما يكون موقفهم زي اللي الآن انسحبوا يعني قبل أيام، يعني نفس الكلام ينطبق عليهم. طيب سيد بوزخار، للأسف لم نعد نسمع إليك جيدا، أرجو أن تكون في مكان يكون فيه صوتك واضحا حتى نواصل معك النقاش. سيد غالي، يعني ذهبتم في بيانكم إلى ما سميتموه توحيد المواقف الدستورية ورص الصفوف الميدانية والتصدي لكافة أشكال التهميش والإقصاء، ما الذي تقصدونه هنا من رص للصفوف الميدانية؟ طبعا فيما يتعلق بالعملية الدستورية هي عملية يجب أن تصحبها
تفاعل مجتمعي، فبالتالي عندما نصل إلى نقطة نجد بأنه لم أو لا يوجد قبول لمبدأ التوافق، ففي هذه الحالة سوف نشرك مؤسسات المجتمع المدني والأجسام الفاعلة في مجتمعاتنا للقيام بدورها في الضغط من أجل دسترة حقوقنا. فبالتالي هذا ما أعتقد أنه يتجه إليه البيان، وفيما أيضا التنسيق بين مكونات الأمة الليبية فيما يتعلق بالطوارق والأمازيغ والتبو فيما يتعلق بقضاياهم الدستورية، في إقرار قضاياهم الدستورية. طبعا يتكلم البعض عن أن هناك هيئة تسعى إلى إشراك المكونات، ونحن طبعا في الفترة السابقة التي عملنا فيها في الهيئة لم نلاحظ ذلك. كل ما رأيناه أن هناك تعنت في اتجاه عدم قبول بمبدأ التوافق. طبعا نحن قلنا لهم بأن الدساتير الحديثة كلها دساتير توافقية، ويجب أن يبنى الدستور الليبي الحديث على أساس توافقي كما نصت المادة 30 في الإعلان الدستوري. طبعا طيب. نحن أنقل هذه النقطة التي أثرتها سيدة غالي. نعم، هذه النقطة التي أثرتها سيدة غالي أنقلها للسيد أدريسي. يعني سيد أدريسي، بيان المكونات الثلاثة، وكما تحدث الآن الضيف أيضا سيد أغالي، يقول يعني إن الهيئة لم تراعي وجوب التوافق مع المكونات الواردة في الإعلان الدستوري، كيف تعلقون حول هذه الجزئية؟ سيد يعني هي الهيئة تسيئة للتشبه بعد، يعني حتى أنا أحب أن أذكر أخي علي حمدان يا غالي ممثل عن الأخوة الطوارق، والسيد سمس واهلي ممثل عن التبو، عندما الهيئة القانونية يعني انتهت التجربة اللي هي احتمال الهيئات الدستورية المستقلة، وكان بداية بالأحكام الختامية الأحكام العامة التي تحكم الهيئات المستقلة، فكان من ضمن من ضم صوته للسادة من المكونات بضرورة أن يكون السادة من المكونات ممثلين على أقل تقدير في بعض الهيئات الدستورية المستقلة، كنت من ضمن المجموع أنا. فعندما أيضا نص داخل الهيئة التشريعية لم يجد النصاب الكافي لاحتراب السادة المكونات، وكنت أنا وغيري من السادة الأعضاء معارضين لهذا، لعدم زي ما تقول إقصاء المكونات في مسائل التمثيل في بعض الهيئات الدستورية المستقلة. قضية الاستيفاء تحدث سيد الفرد والسادة الحضور والضيوف معك وكل السادة المستمعين والمشاهدين، قضية الاستيفاء أعتقد أن كثير من السادة الأعضاء سيصطفون مع المكونات كثير من قضاياهم. هذا يعني أمر ربما أقوله قد يكون ربما يراني البعض أني مثال أكثر من اللازم، لكن الحقيقة عندما يكون هناك حق مشروع لمكون من مكونات المجتمع الليبي والمجتمع الليبي ونقف صفا واحدا لدعمه مهما كانت مطالبه. ولذلك انا في تصوري لا نستبق الاحداث حتى تجتمع الهيئة، وكنت تمنيت من السادة من المكونات من التبو والطوارق يعني ان يلتحقوا بالهيئة ولا يتم مقاطعتها، ويروا ما يحدث من تداول داخل الهيئة التأسيسية حتى يمكن من خلال ذلك ان ياخذوا قرار نهائي، لان كل ما يحدث الان اخي ازم هو يعني يمثل وجهة نظر لجنة العمل وليس الهيئة التأسيسية مجتمعة. حتى نحن في مكون كنا يعني نقول بأن مكون عرب، نحن حتى في المكون العرب يعني لسنا زي ما تقول موافقين تماما على ما وصلت إليه لجنة العمل، ولذلك المسألة لا تزال قيد الباحث وقيد الدرس، وهذا ستثبته الظروف الأيام القادمة، وسترون ذلك ربما حيا على الهواء، وربما سنخص قناتكم الموقرة بالنقل جلسات الهيئة حيا على الهواء. فهذا المسألة يعني ما زالت قيد الدرس وقيد البحث، ولم تمثل في كل الأحوال وجهة نظر الهيئة التأسيسية المستقلة نهائيا. طيب سيد حامد، إذن ما الذي تطلبونه تحديدا في مسألتي التمثيل السياسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملية تشكيل الإدارات المحلية في المناطق الجنوبية؟ طبعا أنا أريد أن أؤكد على نقطة هامة، أن نحن علقنا عضويتنا في أغسطس 2015، وهذا البيان الذي أصدرناه اليوم هو امتداد للبيان الأول،
والفرق أن البيان الثاني هو اجتماعا ما بين هذه الشعوب الثلاثة التي اتفقت على هذا البيان كما هو عرضتموه. بالنسبة لمطالبنا نحن في هذا الدستور، أولا كما يعلم الجميع بأن التبو هم ظلموا في المراحل السياسية السابقة التي لو سردناها لا يكفي حلقة واحدة لتغطيتها، ولكن نحن نطمح إلى أن نحقق المساواة الفعلية ما بين كل المكونات الليبية على قدم المساواة، وأن نكون مواطنين على درجة واحدة. فنحن لا نستطيع أن نقول أن مواطنة وأن نجد أن الأرض الواقع ليست متحققة هذه المواطنة. وفي هذا الجانب نحن طالبنا في أشياء أساسية وهي من حقوقنا الطبيعية. أولا شيء هي هوية الدولة، يجب أن تكون هذه الهوية أن تكون كل المكونات الليبية على قدم المساواة فيها، أن يكون جهاز الدولة مستقلا عن تبني أي عرقية معينة أو أن تصطبغ بعرقية واحدة، بل أن تكون أمة ليبية تحتضن أبنائها المختلفين. الشيء الثاني هو فيما يتعلق باللغة التي أشرت إليها في البداية، وهو عامل طبيعي لأن عملية مكانة اللغة هي تحدد مكانة هذا الشعب ومكانة هذا الإنسان في دولته. يجب أن تكون هناك تساوي في مسألة اللغات، يجب أن تكون ترسيما في مجال اللغات، وهذا عامل مهم لأن التمييز في اللغة هو تمييز الحامل هذا اللغة ولحامل لثقافة هذه اللغة. والشيء الآخر هو فيما يتعلق بعملية المشاركة، وأقصد بالمشاركة هي عملية المشاركة في السلطة. فنحن واجهنا في السنين الماضية عملية إقصاء ممنهج من عملية المشاركة في القرار الصنع القرار السياسي على المستويين المحلي وعلى المستوى الدولة. فكيف ذلك؟ فأعطي أمثلة. فكان على في السابق نأتي من ناحية التعليم العالي، فلم تكن هناك عملية فرص المتاحة للتعليم العالي للمجتمع التباوي، بل كان يميز تمييزا من مؤسسات الدولة في عملية الإفادة للدراسات في الخارج. فالعدد الإحصائية مثلا الحاملي الدكتوراه من التبو الدارسين على حساب الدولة لا يتعدى الشخصان إذا كان هناك شخصان أصلا. فمثلا في بيئة مثل هذه وأيضا في المشاركة في عملية المؤسسات العليا للدولة، منذ تأسيس الدولة الليبية لا يوجد تباوي واحد في الإدارات العليا للدولة الليبية، ولا سفيرا ولا حتى في المؤسسات الحكومية العليا. أيضا في جانب الإدارات المحلية، التباوي في الإدارات المحلية كان مهانا، كان في أرضه في الجنوب، ولكن بسبب عامل الثقافي كان يميز، فكان يعطى أرذل الوظائف، وكانت القرارات على المستوى المنطقة تتخذ بناء على الأغلبية المتحكمة في المنطقة. أما التباوي فأحياؤه مهمشة فقيرة. أنظر الآن إلى القدرفي، أنظر الآن إلى ربيانة، إلى تجرهي، إلى أحياء سبها حجارة والطيوري وناصرية، إلى أحياء مرزق، كلها أحياء تبوية تجد حتى تمييز في داخل المنطقة الواحدة. تنزل في المنطقة تنظر إلى أحياء القاطنين فيها الأكثرية التبوية أحياء فقيرة قليلة الخدمات. نعم. تنظر إلى القائمين على المؤسسات في تلك المنطقة تجدها كلهم من 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 هوية أخرى ليست للتبو مشاركة حقيقية فيها. طيب. وبالتالي نحن طالبنا بأن تكون مسألة ترسيم إدارات المحلية، أن تكون هناك إدارة محلية لمنطقة ربيانة، أن تكون هناك إدارة محلية لمنطقة القدرفي والقارة، أن تكون هناك إدارة محلية في الجنوب الغربي في القطرون. نعم. والتجري. طيب إذن وضحت الفكرة في هذه النقاط فيما يتعلق دعني أكمل في السلطة التنفيذية. نعم. فيما يتعلق بعملية المشاركة في السلطة التشريعية، يجب أن تكون هناك تمثيلا مناسبا للتبو في السلطة التشريعية، ويجب أن يتفق على آلية التمثيل. أيضا المشاركة في السلطة التنفيذية بمؤسساتها المستقلة والعليا يجب أن يكون هناك تمثيلا وآلية واضحة في هذا الدستور. نعم. نحن لسنا طالبين منح ولا هبة. سيد نحن حامد نطالب وضحت بتأسيس دولة الجميع. حتى نشرك الجميع في هذه الحلقة وضحت فكرتك. أذهب لسيد بوزخار. يعني سيد بوزخار، إذن ما المآلات التي يمكن أن تترتب على الاتفاق السياسي في ظل اعتبار بعض المكونات أن الوسيط الأممي عمل على إقصائها ولم تكن ممثلة في مجرياته؟
هو يعني بالطبع احنا املنا مش في الوسيط الاممي، لانه هو المفروض يرعى الحوار، ويعني وليس يعني المسؤول الاول على ما يحصل. لكن انا نحب ناكد نقطه مهمه، يقال ان السلم الاجتماعي يرتكز على ركيزتين اساسيتين، الا وهما الحوار ثم المشاركه. فيعني احنا بفضل الثوره الحمد لله، ثوره 17 فبراير الان صار فيه فرصه للتواصل، لكن للاسف ما يعني نسبه المشاركه لنا كامازيغ، سواء كنا امازيغ صحراء ولا امازيغ شمال والا اهلنا تبو، يعني ما زال فيه ضعف في المشاركه السياسيه والتنفيذيه كما ذكر اخونا فعلا. لكن يعني نحب ان نقول هذا الموضوع بالطبع هو يعني غريب مقبول، لانه للاسف السنوات العجاف اللي عاشت فيها ليبيا بالفكر الاحادي، الفكر اللغه الواحده، اللون الواحد، العلم الواحد، يعني كل احاديه الفكر، هذه للاسف يعني صبغت به ليبيا. وبالطبع بالرغم ان هذا يتناقض والنواميس الكونيه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى واسس فيها التنوع، ورب يقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. فاحنا ناقضنا الناموس الكوني اللي وضع الله سبحانه وتعالى وفرضنا على ليبيا لغة واحدة، وفرضنا عليها أنها شعب واحد. وهنا للأسف حتى الأمم المتحدة لعبت الدور في هذا الشيء، لأنها هي لما هذا بالطبع رجعنا للتاريخ، لأن التاريخ يقول أن يعني القضاء على 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 الدولة العثمانية كان بإيش، كان بإشراك العرب في حربهم ضد الأتراك، ووعدهم بأنهم يعطوهم هذا الوطن العربي، هذه الخارطة اللي رسموها. ويعني فبالطبع الآن أنا لا أستغرب من كوبلر أن هو يعني يقول الشعب اللي بالعربي، يعني فإحنا يعني الله غالب هذه تركة، لكن بالطبع هذه التركة تحتاج منا أنها إلى نفس طويلة أنا أقول. لكن بالطبع لا يمكن أن نرضى يعني كمثقفين وكناس حقوقيين، يعني سواء كنا أمازيغ ولا تبو، يعني بالطبع أنا دائما أنا قصة الطوارق هذه مانيش منها يعني محبدها أنا، لأنهم هم يعتبروا أمازيغ الجنوب، يعني أمازيغ تينيري زي ما نقول. فالمهم يعني احنا هذا التنوع اللي في ليبيا هذا يعني يحتاج منا فعلا ان ننتقل هذه النقله المختلفه عن ما عاشت فيه من عقود. هذا بالطبع يحتاج الى وقت، لكن املنا في ان اهلنا في ليبيا اجمالا الناس اللي تريد ان تؤسس ليبيا الحديثه دوله العدل والقانون ودوله الحقوق بالطبع. واحنا نعرف من مناضلين حقوقيين كثار عندنا الحمد لله في ليبيا يقفوا معنا في هذا الحق يعني، وفي ترسيخ مبدأ التنوع، وفي ترسيخ وفي تضمين الحقوق الامازيغ والتبو والتوارق في الدستور، بل ونجد الحمد لله في ناس تدعو، لان فعلا يعني هذا التنوع في اللغات اللي عندنا هذا 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 اضافه لينا احنا كليبيين. طيب اذا وصلت الفكره سيد ابو زخار. سيد غالي، يعني ما المساعي التي طرحتها الهيئه خلال الفتره الماضيه في سبيل التوافق مع مكونات الامازيغ والطوارق والتبو؟ طبعا عندما تكلمت في السابق على التوافق مع على التوافق، نحن كنا دائما السباقين إلى محاولة إيجاد حلول للتوافق مع الهيئة التأسيسية وأعضاؤها طبعا، وقمنا بذلك في عدة جولات، ولاحظنا أن هناك توجها داخل الهيئة إلى عدم اعتماد التوافق أو تجاهل حقوق المكونات أو الأقليات أو الشعوب الأصيلة في دستور ليبيا القادم. طبعا من ضمن هذه التوجهات التي
أنا لا أتحدث عن التوجهات الفردية لبعض الأفراد كما ذكر الأستاذ درسي، أنا أتكلم عن توجه الهيئة وهو توجه كبير إلى إقصاء دور حقوق المكونات في الدستور. أما فيما يتعلق ببعض الخطوات التي اتخذتها الهيئة مثلا تشكيل لجنة للتواصل والتوافق مع المكونات، هذه الخطوة جاءت بناء على مراسلة هاتفية وجهناها نحن إليهم بأنه يجب أن تعودوا إلى الإعلان الدستوري ومبدأ التوافق، وبناء على ذلك تم تشكيل تلك اللجنة. وقد قلنا لهم بأن هذه اللجنة يجب أن تكون لها كل الصلاحيات اللازمة للتوافق مع ممثلي المكونات. للأسف ذلك لم يحدث حتى ما تم إنجازه معنا نحن كممثلي الطوارق الذين التحقنا بتلك اللجنة، حتى ما تم التوافق فيه معنا عندما أحيل إلى الهيئة، بدل من أن تعمل لجنة العمل على إدراجه في مقترحها قالت بأنها ستحيله إلى الهيئة مجتمعة، تلك الهيئة التي عانينا الكثير والكثير وأجرينا فيها الكثير من النقاشات ولم نصل إلى نتيجة. فبالتالي قلنا لهم بأن المفروض أن لجنة العمل هي تأخذ نتيجة هذه التوافقات وتضعها في لجنة العمل، لا أن تأتي بمقترح لجنة العمل ومقترح آخر بديل. فبالتالي ما لاحظناه وما هو أيضا نعتقد بأنه سيكون أيضا مستمر معنا في المستقبل هو رفض لمبدأ التوافق وإقرار حقوق المكونات. فيما يتعلق سنأتي لذلك سيد غالي، ولكن دعني نحن دائما نواجه. نعم، دعني أنقل الفكرة التي أثرتها للسيد الدريسي. يعني سيد الدريسي، إذا ما الخطوات العملية التي في سبيل التوافق مع هذه المكونات؟ يعني واستمعت للسيدة غالي وتحدث عن هذه اللجنة التي ستبحث التوافق مع هذه المكونات، ولكنها ليست ذات صلاحيات. وسيدة يعني الهيئة التصفية منذ البداية يعني كانت نهجت نهج اللي هو محاولة لإيجاد حلول مع السادة من المكونات، فكانت أولى تلك المحاولات هو تشكيل لجنة للتواصل مع إخوتنا من الأمازيغ، وكان حتى السيد علي حمدان يا غالي والسيد السنسي والي كلاهما كانا في اللجنة، وتواصلت الهيئة التأسيسية مع السادة من الأمازيغ واستمر الحال كذلك، وهم أعلموا مني يعني ذلك التواصل على أي الأسس تم النقاش في مثل هذه المسائل. ثم في نفس الوقت عندما قاطع السادة إخوتنا اللي هم من الطوارق ومن التبو، كان هناك قرار من الهيئة التأسيسية في مدينة غدامس بانتخاب لجنة من السادة الأعضاء للتواصل مع السادة من المكونات، وكان تواصل مع السادة من مكونات الأمازيغ وكذلك التبو. لم يكن هناك حقيقة تواصل، يعني كان في صعوبة من التواصل مع السادة من التبو، ولكن كان هناك تواصل حقيقي مع السادة من اللي هم الطوارق، واجتمعوا في مدينة طرابلس ثم اجتمعوا في مدينة البيضاء ووصلوا إلى محضر أو تقرير تمت إحالته للهيئة التأسيسية. هذه المسائل أو هذا النقاش حول نقاط الخلاف عن نفسي وعن كثيرين من الأعضاء أبدوا ارتياح حول هذا الموضوع، ولا يزال هذا الموضوع غير الدرس في الهيئة التأسيسية. لكن لا تستعلم أخي أزم، ويعلم السيد السنوسي واهلي ويعلم السيد علي حمدان يا غالي أن الهيئة التأسيسية لم تجتمع منذ ذلك التاريخ إلى الآن، إلا في بعض القضايا الإجرائية الأخرى التي كانت تسبب بعض الأحيان إشكالية للأعضاء الهيئة التأسيسية، تم التوافق على بعض القضايا الأخرى اللي هي خلاف هذه المواضيع. أجل موضوع البحث في تقرير لما تصل إليه لجنة العمل، لكن في نفس الوقت صدقني وأستاذ المستمعين وأستاذ الضيوف الكرام أن هذا الأمر شغل شاغل للهيئة التأسيسية وليس تم طرحه. وبطبيعة الحال يعلم أخي السنوسي وأخي علي حمداني وضيفك الكريم بأنه وفق الإعلان الدستوري لا يمكن للهيئة التأسيسية أن تصيغ مشروع دستور توافقي ما لم يكن السادة من المكونات ضمن هذا المشروع. هذه حقيقة يعني واقعة ولا يمكن لأحد أن يعمل خلاف ذلك. طيب سيد حامد، يعني إذن هل استنفدتم اللوائح الداخلية لعمل الهيئة في مطالباتكم بتنصيص التعددية اللغوية وغيرها من المطالب؟
نعم، نحن منطلقين من الإعلان الدستوري من المادة رقم 30 بالتحديد الذي ينص على وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ. دخلنا في الهيئة التأسيسية، وبعد عام خرجنا من الهيئة التأسيسية بتعليق عضويتنا. نحن طرحنا كل شيء داخل الهيئة، وزميلي الأستاذ الصديق هو يعلم ما الحوارات التي دارت داخل الهيئة التأسيسية. للأسف ليست هناك عقلية لقبول الحوار والتوافق، لهذا نحن علقنا عضويتنا. بالنسبة لتشكيل لجان وتشكيل لجان تواصلية، نحن لسنا محتاجين لجان تواصل، نحن محتاجين إلى توافق حقيقي برؤية واحدة. التوافق هو توافق ملزم، توافق دستوري، وليس توافق لجاناتي. فيما يتعلق في هذه النقطة، يجب أن تكون هناك طرق واضحة للالتزام بالنص الدستوري، وعدم الالتزام بالنص الدستوري هو عدم شرعية هذا الدستور الذي يعملون بشأنه. نحن الآن في التنسيقية نعد بدائل في هذا الجانب. نحن يجب أن نجتمع، نحن الشعوب الأصلية التي نحن متضررين من هذه النقطة، بمعنى عدم وجود توافق في حقوقنا. وبالتالي نحن طرحنا هذه النقطة، وسنعمل في المرحلة القادمة بوضع بدائل لهذه الجوانب الأساسية في الإعلان الدستوري. أنا أريد أن أستكمل نقطة مهمة فيما يتعلق بحقوقنا. فيما يتعلق بحقوقنا في المشاركة في السلطة التشريعية التي أشرت إليها، أنا أعطيك مثالا بسيطا على امتداد عقلية التمييز. مثلا الآن مجلس النواب انتخب إليه 3 أعضاء من التبو ممثلين عن دائرة الكفرة. بحكم التمييز لم يمثلوا التبو أو لم يعتمدوا كأعضاء في الهيئة التأسيسية. التحق عضو واحد وعضوين الآخرين لم يمكنا بسبب إجراءات تمييزية قامت بها المفوضية العليا للانتخابات. الآن فاجأنا في الأيام الماضية بالتحاق عضوين بغير التبو بطريقة استندت إلى اتفاق اجتماعي عرفي. يعني شوف، نحن دولة نريد أن نعد دولة جديدة على أسس ديمقراطية، والآن نحطم الآلية الديمقراطية وهي الانتخابات من قبل المفوضية للانتخابات ومجلس النواب. هذا مثال بسيط على امتداد التمييز المؤسسي الذي تنتهجه الدولة. وبالتالي هذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات المخفية يجب أن تعالج في هذا الدستور إذا أردنا أن نحقق دستورا لكل الليبيين. فيما يتعلق ما يتحدث عنها زميلي الصديق فيما يتعلق أن الأغلبية حتى هي مختلفة، الأغلبية مختلفة على حقوقها، ولديها العدد الذي يعطل به عمل الهيئة. وبالتالي هذه المسألة نحن نقولها لهم، أننا نحن حقوقنا ليست منة ولا هبة، بل حقوق. طيب، وصلت الفكرة في هذه النقطة سيد حامد. سيد بوزخار، إذن ما التوصيف القانوني الذي يمكن أن ينتج عن عدم اعتراف مكونات بعينها بدستور ترى أنه لم يحقق لها التوافق المطلوب؟ والله ربما أنا يعني نذكر أخوتي يعني إحنا في ليبيا، ليبيا موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا المادة 2 الفقرة 1 أنا أقراها قدامي: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولاياتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من أسباب. وكذلك يتكرر بطرق أخرى في المادة 24 و25 و26 هذه ليبيا موقع عليه. فإحنا يعني هي المسألة يعني صراحة يعني مانيش فاهم في تعنت هيك، يعني في إشكالية. أنا قلت لك إحنا أصبح في الليبيين ضحية للفكر الأحادي اللي تجدر في خلال الحقبة اللي فاتت. لكن إحنا في ليبيا جديدة الآن، يعني من الغريب أن نجد مازال هذا التعنت. وإحنا حتى كأمازيغ خفنا من أن إحنا ندخل في هذه الدوامة هدية، لأن عارفين آلية اعتماد أي نص في الدستور من أيينها 2+1. فكيف إحنا أنت الأرية يقولك الله إحنا الصوت هو اللي يحكم،
عدد الاصوات. فانا هذا نتكلم على حقوق لصيقه، يعني ما هيش احنا ما نتكلموش على 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 ترف يعني في الحقوق. هذه اشياء نظم الله بها، والعالم اللي هو يعني ما بين قوسين الكاهر فهمت ايقن ان هذه الحقوق لصيقه بالانسان ويجب ان تحترم. فاحنا صراحه يعني من الصعب ان 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 نجد اي يعني نقبل باي دستور فعلا ما حققناش الامان، لان احنا شنو الضمانات لينا بعدم عوده قدافي اخر يرجع لنا زي ما يقولوا باك تو سكوير 1، نرجع بنفس الثقافه العربيه القومي العربي اللغه العربيه مش عارف ايش الوطن العربي كذا، واحنا وين غير العرب يعني في ليبيا. فأنا نقول لا. يعني الموضوع يعني ضروري نحاولوا كيف احنا كليبيين وليبيات بمختلف شرائحنا وبمختلف أعراقنا ومذاهبنا الفكرية والدينية والسياسية وكلها، أن نعي أن احنا هذه هو هذه قيمة مضافة، هذا التنوع. وعلينا أن فعلا يعني إذا كنا فعلا نبني ليبيا الجديدة علينا أن فعلا يعني نتضمن هذه الحقوق، بحيث أن احنا نقطع الطريق عن أي فكر أحادي دكتاتوري يمارس على أهلنا في ليبيا. طيب وسط الفكرة إذن سيدة غالي، قلتم في بيانكم أن فريق الأمم المتحدة لم يتعامل معكم ككيانات سياسية في عملية الحوار السياسي القائم، فهل ترون أن عدم مشاركتكم في الحوار سبب لمقاطعتكم أشغال هيئة الدستور؟ نحن نتكلم في القضايا الدستورية، وبالتالي عندما لا يكون هناك مواد صريحة تعالج القضايا الدستورية في مسودة الاتفاق السياسي، يعني أن هناك خلل، يعني عدم وجود أجسام سياسية واجتماعية موجودة بشكل يرعى حقوق هذه المكونات في العمل في مسودة الحوار السياسي. طبعا هذا ما لاحظنا. أما فيما يتعلق بأداء البعثة الأممية ودورها في المساعدة في إقرار حقوق المكونات الثقافية، نحن طيلة فترة وجودنا في الهيئة التأسيسية عملنا على مراسلة العاملين في البعثة الدولية شخصيا من أجل مساعدتنا للاطلاع على التجارب الدولية المقارنة فيما يتعلق بالتجارب الدولية المشابهة للتجربة الليبية، أي تجارب دستورية التي تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي. لاحظنا بأن هؤلاء العاملين لم يكترثوا بمراسلاتنا، حتى أنهم لم يجروا ورشة عمل واحدة لتلبية هذا المطلب، يعني حتى أن أحد هذه المطالب أو تنفيذ هذا المطلب جاء بعد تعليق عضويتنا، ما سبب أن بعض من أعضاء الهيئة حضروا إلى هذه الورشة التي عقدت في تونس لمدة شهر. لاحظنا بأن عرض التجارب الدولية التجارب الدستورية المقارنة من قبل أخصائيين ساهم في تقليل ذلك التوجه الأحادي الذي ينظر إلى أن إقرار مبدأ التنوع والتعدد الثقافي واللغوي داخل الدولة هو شيء خطير. أصبح هناك تغير في المواقف، طبعا لم تساعد البعثة في هذا الاتجاه. نحن حتى نقول بأن قد يكون هناك في داخل هذه الهيئة من يحمل أفكارا أحادية، أفكارا قد تسمى عروبية، لا يريد أن يكون هناك دستورا ليبيا يحمي التعدد والتنوع الثقافي ويعطي حقوق المكونات الثقافية واللغوية. طيب هذا فيما يتعلق ب طيب وصلت الفكره في 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 فيما تحدثت او اشرت اليه سيد غالي، لكن دعني اشرك الان سيد ادريسي. يعني اذا سيد ادريسي، ما الحلول العمليه التي اتبعتها الهيئه التاسيسيه لاعاده المكونات المقاطعه لاعمال الهيئه؟ سيد أزم، يعني قبل ما نتحدث عن الحلول أود أن أنوه إلى شيء مهم جدا، وهو أننا عندما نتحدث أو نتبنى قضية معينة وإنما نتبناها يعني بشيء ينبع من قناعاتنا الداخلية.
يعني نحن نعرف ان هناك حقوق للمكونات الثقافيه في ليبيا ليست منك من احد، ولكنني عندما اعترف بك وتعترف بي هو في حد ذاته نوع من القبول لي ولك، وهذا امر ينبع من تركيبتنا وينبع من قناعاتنا وينبع من اخلاقنا التي جبلنا عليها، هكذا بهذا الشكل. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه سيد أزمة، من تفاتنا عن الحلول وحقيقة الفيصل هي دائما نجلس سواء كنا في الهيئة جماعات أو أفراد، على الأقل تقريبا سأكون أكثر وضوحا معك. يعني نحن مثلا مكون العرب، نحن نشعر بأن بحجم المسؤولية في هذا الأمر، لأن القضية قضية وطن، كيف لنا أن نلم سعة هذا الوطن؟ لذلك هناك تفكير عميق في كثير من المسائل، كيف لنا أن نجمع هذا الاستتات على كلمة سواء. ولذلك أنا إذا كان هناك اجتماع للهيئة ووصلت فيه لنصابها سيكون هناك حلول تقنع وترضي الجميع، هذا ما أتوقعه. ولكن في كل هذا في حال وصول النصاب، هذا حقيقة، ولكن إن لم نصل للنصاب ربما كل شيء يحدث في تصوري، ربما نحن المجتمعين سنعبر عما نصل إليه من خلال تفهمنا أو من خلال قناعاتنا المعينة، ونقول للذي نحن وصلنا إلى هذا ما وصلنا إليه في غياب السادة من اللي هم المكونات. في كل الأحوال أتمنى أن يكون هناك اجتماع على نصاب عالي للهيئة التأسيسية حتى نستطيع أن نتحاور وأن نتبادل وجهة النظر وأن نصل إلى كلمة سواء. هناك إصرار عميق من الهيئة التأسيسية أو قوي إن صح التعبير بأنه يجب أن نصل إلى قناعات حول كثير من القضايا سيما قضايا المكونات، لأننا نحن نسعى إلى نم ليبيا في قالب واحد، جو متنوع تجمعنا فيه الموروث الثقافي والخصوصية الليبية. نعم. طيب سيد حامد، يعني ألا ترون أن استمرار مقاطعتكم لأشغال الهيئة ربما يزيد من تأخر إنجاز الاستحقاق الدستوري لصياغة مشروع الدستور؟ في الحقيقة نحن مقاطعتنا للهيئة جاءت بناء على عملية منطقية، هي مخالفة الإعلان الدستوري، هي مخالفة النص الذي وجدنا من أجله. بالنسبة لتأخر العملية الدستورية، نحن يعني نبقى داخل الهيئة التأسيسية لكي نضفي شرعية على دستور لا يمثلنا ولا يشملنا ولا يعبر عنا، هذه لا تعتبر عملية صحيحة. بل إذا كان نحن نؤسس دولة، نؤسس لوطن، إذا كان هذا الوطن للجميع فهنا يجب أن يشارك فيه الجميع في تأسيس هذه الدولة. أما إذا كانت للدولة مالكته جماعة معينة وهي التي تؤسسها وهي التي تضع تضفي عليها ما تريد، فنتركها لهم. نحن هذه قلناها في داخل الهيئة التأسيسية، وبالتالي لا نعرف نحن الوطن الذي يريد أن يعيش فيه، وطن بدون تبو ولا طوارق ولا أمازيغ. يعني هذا الدستور ليس دستور لكل ليبيا. نحن نطمح إلى تأسيس دولة ديمقراطية، دولة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان. نحن لا نريد الظلم، لأننا نحن عانينا من الظلم، نحن نريد إزالة الظلم. وبالتالي هذه العقلية غير موجودة للأسف داخل الهيئة التأسيسية. أنت إذا طرحت موضوع متعلق بنا يتم التعامل معه بتشنجية وبعصبية. نعم. وصلت الفكرة في هذه النقطة سيد حامد. إذن سيد بوزخار، يعني إلى أي مدى ترى أن الهيئة التأسيسية عملت على تطبيق الإعلان العالمي الذي أشرت إليه، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية؟ بكل أسف يعني هم الآن يعني والله شيء مبكي مضحك، يعني هم الآن يبوا يحطون احنا يعني هويتنا ولغتنا تحت مقصلة النصاب، يعني نصوتوا ونشوفوا. والله هم كان أرضوا يدخلوك في الدستور باهي، كان ما يبوش الله غالب ما عنديش كيف نديركم، هذا كنت وقال لنا أخونا الدرسي. يعني كيف هذا الكلام؟ هذا تناقض صارخ، تناقض صارخ. قلت لك احنا قبل القانون وقبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقبل الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، فيه يا عالم ربي، فيه ربي، احنا هذا ما هوش خيارنا ان احنا جانا أمازيغ ولا جانا تبو، هذا ما هوش خيارنا. الإنسان لا يختار هذا، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى.
فليش هذا التعنت؟ وكلها تجيك تقعد كلها تشدق بالاسلام توا، غدوه احنا لو نجي نتكلموا الاسلام الاسلام ده، وين الاسلام منا احنا؟ ربي يقول نعاود الايه، ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. نعم. هذا ربي، اللي يدي كلام ربي باهي، واللي يدي كلام المنطق باهي، واللي ما يبيش يبي يحطنا تحت مقصلة والله شوف النصاب، هذا الكلام ما يركبش، طيب. مش خاطئ يعني طيب. صراحه اذا 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 وصلت الفكره في هذه النقطه سيد بوزخار. اذا سيد غالي، ما الخطوات العمليه التي تقترحونها على الهيئه للخروج من هذا الخلاف؟ هل لديكم خطوات عمليه للذهاب الى هذا المذهب؟ طبعا نحن عندما نتناول بعض الموضوعات حقوق شعوبنا نواجه ببعض المصطلحات مثل المواطنة، ونقول بأن المواطنة لها أنت تفهمها بشكل وأنا أفهمها بشكل آخر. أنا أفهم المواطنة على أساس أنها هي شراكة وندية وليست تبعية ودونية. نحن شركاء في الوطن، ساهمنا في مقارعة الاستعمار على مر العصور، ساهمنا بقوة في تأسيس الدولة الليبية في دستور في 51، وبالتالي الحل هو العودة إلى المسار التوافقي، وبالتالي إشراك المكونات وإعطائها حقوقها وفق العهود الدولية وإنجاز دستور توافقي يحترم التعددية والتعدد والتنوع ويحترم حقوق المكونات الثقافية. طيب سيد الدريسي، إذن كيف بإمكان الهيئة تجاوز هذه الخلافات مع مكونات المجتمع الليبي للوصول إلى توافق حقيقي حول نقاط الخلاف؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، أنا أريد أن أنوه إلى شيء مهم، وهو أن يبدو أن السيد ضيفك الكريم من الأخوة الأمازيغ لم يفهم ما أقول، وربما ومن الصعوبة أنك تتناقش مع زي نقول إحنا أي موضوع كان تبحثه دون أن تكون لما تحيط به علما من كل نواحيه. ولذلك عندما قلت عندما نصل إلى النصاب، أعني بذلك عندما يكون كل السادة الأعضاء موجودين في الهيئة التأسيسية المجتمعة لنتناقش. ثم في نفس الوقت يعني قال بأني وكأنني أستدل بالسادة الأعضاء حتى يجتمعون، وهذه ليست بهذا المعنى، لأن الإعلان الدستوري نص صراحة على وجوب التوافق مع المكونات في الأحكام الخاصة بهم، ولذلك عندما لا أتوافق معهم حتى ولو وصلت إلى النصاب أو زدت عزم يعني أو زي ما تقول انا يعني فقدت النصابه، لا يمكن ان يكون هذا التصويت صحيح ما لم يكون الساده من المكونات في هذا التصويت. يعني القضايا الخاصه بالمكونات هذه راهنه بضروره التوافق مع المكونات، عندما حتى لو وصلت الى نص دستوري وصلت فيه الى النصاب، ولكن الساده الاعضاء اللي هم من المكونات من التبو من الطوارئ ليسوا موافقين على هذا النص بحكم انه حكم من احكامهم، هذا التصويت باطل وغير صحيح وفقا ما نص عليه العلم الدستوري. ولذلك عمليه الاستدراج ليست من ثقافتنا، يعني قضيه نحن في بنا وطن، لا يمكن ان يكون هناك مداهنه او لا يمكن ان يكون هناك مجامله على في بناء الوطن. يعني المساله تبقى هناك قضايا عالقه حقيقيه يجب ان يكون فيها حوار، ولذلك هذه المسائل نحن في الهيئه التاسيسيه نسعى ان يكون هناك حوار موسع داخل الهيئه التاسيسيه لرد من هو ما بيننا وما بين اخوتنا الساده من المكونات، لانه لا يمكن سيد ازم اخي ازم كل الساده الضيوف والمستمعين والمشاهدين وكل من يتتبع برنامجك وقناتك الموقره، لا يمكن لنا ان نقيم دستور في ظل غياب قريه ليبيا وليس مكون. هذا مهم يجب ان يعلمنا الجميع، ولذلك نحن لا نستدر صدر هذا يعني حقيقه فيها نوع من يعني حقيقه ما هكذا ترد ليبيا سعد او تورد ليبيا سعد، لا يمكن ان يفسر كلامه بهذا هذا المحمل. يعني هل نحن يعني نستدر الساده الاعضاء من المكونات حتى يصوتوا معنا ثم زي ما احنا نقولوا بالدرجه الليبيه نرخوهم يسيبوهم؟ هذا غير معقول، لان النص الدستوري واضح يقول لك بالتوافق مع الساده المكونات في الاحكام الخاصه بهم. طيب اذا النص العربي لغه رسميه، لو قلنا اللغه العربيه لغه رسميه ولم يوافق على الساده المكونات، هذا النص حتى لو كان 50 عضو
من واقع كذا او يعني النص يعني يحتاج الى 41، لو كان 50 عضو هذا النص غير دستوري وغير والتصويت عليه غير قانوني وغير صحيح، لان الساده من المكونات لم يكن ادارتها. هذه حقيقه عمل الهيئه، ولذلك لا يمكن ان يكون عملنا عمل استدراج يعني او مخادعه او زي ما تقول، هذا لا يمكن بهذا الشكل. نعم. شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام العاشرة. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من البيضاء الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور صديق أدريسي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل من العضو المقاطع لأشغال الهيئة التأسيسية عن مكون الطوارق علي حمدان يا غالي، والعضو المقاطع لأشغال الهيئة التأسيسية عن مكون التبو أسنوسي حامد. عبر الهاتف كان معنا أيضا من يفرن الناشط الحقوقي فتحي بزخان. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.